اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب باساتذتنا الكبار في النقد الرياضي. استاذ جمال الزهيري، ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن. مبارك ايه، كله تمام؟ ايضا استاذنا الاستاذ عصام شلتو، ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. خليني ابدا مع حضراتكم والقضيه اللي بتشغل بال كل الاهلاويه، لماذا تم اخفاء جواب من 19 يناير وحتى 14/4 وخرج الاستاذ الدكتور وليد العطار المتحدث الرسمي المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم والمتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكره القدم، وقال ان هو لم يتم اخفائه وان نادي بيراميدز في البطوله الكونفدراليه طلب ان ينظم النهائي وبالتالي بعتنا هذا الجواب. النادي الاهلي لم يطلب، على الرغم من ان الاتحاد السنغالي طلب والاتحاد النيجيري طلب تنظيم هذه البطوله وما كانش عنده فرق اساسا في البطوله. الموضوع واضح يعني فضل. يعني اصل هو اجابه، عارف الاجابه زي اوائل الطلبه زمان نعمل كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الاجابه طبعا نعم. ما ينفعش يقولوا لنا كده في الوقت اللي معروف ان الاتحادات والاتحادات فقط هي التي تطلب، والدليل قلنا بدل المره مليون يا استاذ جمال يا كابتن اسلام، انه لازم تكون انت عندك استعداد تروج لبلادك، تحط منشآت بلادك في الجمهورية الثانية في هذا الجهد المبذول من منشآت رياضية، تعيد زهو استاد القاهرة في اقل تقدير، وبالتالي بدل ما شفنا كده منتخب مصر بيلعب بثلاث تنفار كان عليهم ان هم يروجوا للصناعة، وبالتالي الكلام واضح وصريح يعني مش محتاج نستنزف فيه. لا هو فندم ليست عمل أندية ولا شأن للأندية خالص نهائي. وأتحدى حضرتك تعلم جيدا في اللوائح ودايما بتكلمني باللوائح بالظبط، وحضرتك نفس الكلام يا استاذ جمال، لكن قد يكون انا عارف على فكره قريت اللائحه بس انا بسال قد يكون هناك حاجه في اللائحه تقول ان مثلا الكلام اللي بيقوله كابتن وليد ده صحيح ولا لا؟ هو اصلا الاول قالوا الترجمه ومش هنعملها كده تاني، واحنا اسفين يا مصر وظبطنا الراجل المترجم اللي طلع مش مترجم وجبنا اتنين مترجمين اخر حلاوه. انهي حاجه فيهم بقى يا استاذ جمال؟ ما عنديش اضافه الحقيقه.